كاب هزبنا بهزبي ناي هزبي بهزبي دل دل كان تاريخ ناي نشتو عبي إريسات إريسات جمسو تسعات. نجارت حرم من بعد ما أسك بحر قياح السنة 1998 بسبب بعد ما فنج إريتريا وتوبيا خلاف هلا دول بحلام أمبال سكان بعد ما وحودا من يقبو لبزح شعب إريتريا منطقة بعد ما الأمر لا يعلم لبزح شعب إريتريا بعد ما دي بآية تتركب قل الأمر يكون بعد ما بعد ما وبعد ما نتبهلات لامت سميتا ترتعي لي علت باللي شعبيته وياني لمن خلقوا تفنجهم نبرل على خلافة رشمتون دبات هائق اللي تفاهم وثبتي قدروا سبب منطقة بادمين دودو فنج شعب إريتريا وتوبيا حرب ولعوا حرب بادمين كل مناطق حدود إريتريا عندي قرحة بلاد من آدم لفنوا وطو حرب دمار علام علام إيفالكم لقضية بدل حرب بسلام حلول ودولة من مثيلة التوم لسب أكر نسيحة مجتمع علم إذن سنة اندها بوام إقل ثلاث سنة الحرب تلول ويبوس اندان دادام من كل إيه تجاهد عشرات آلاف فنو التوم فنجي الدنقوبة أماناتي قبعة لقضية التاولة استمت قضية بادمي وتأسس ترسيم حدود بقرار محكمة من متفردام لسبك شعب إريتريا اقل ايه لسكب ودي بسلطتهم اقل لنبرو قرار لا محكمة اسكب يا حمد السلطة ميسي حشم شعبيت ويانا لفريد يتكبتتو واردنات حانت استعمار دي بنتو وسيادتنا كيدة تتهليت اتلبل ايه حروي سلام اندو بيلو إقل شعب إريتريا زياد عصر سو السنة بعدات سكاب كلهم ديكتاتور سياسو بي أحمد ما كمسلت مسانو لشعار سلام حسّت رافل على بي أحمد مثلا سلام جفرو الإيد قرب ديكتاتور إقل شعب إريتريا وتوبيا من حديث تحرب آتوهم دي بالله حرب الليلة فنو شبابات إريتريا سكذي حشم شعبيات عائلاتهم إقلي لأسئل قروف من مهلام دي بقرد تقرأي بزحام شبابات إريتريا فانيامكم اللو لقب لقباء قلت براري تقدر حقيقة تام شعب إريتريا إقل شعبيات ولادنا إياه اللو إندا بيلايا كمسل إيل السألة دامنا السبت تام أذيما قدام إندا يكفيا إقل حرب حديث تداله الليل من بعد ما فقرنا من قبي صحاي موداقة إقل تفقرتو عند اللي تبهلت أم بتحرب اللي كل سنين حكو ناس أم للبحر الأحمر عند أم اسمسوا للاستبد حرب أسك ديكتاتور السياس وحشمو إيه هالكو كمسال يتمم أمور توم رئيس وزراء توبي أبي أحمد وأم حراهو زياد 120 مليون شعب لازم بحر قلم لك اللي تقلو بهلامنا هلو وأسك أذي سوى بحر كمتا من ما يحددو لذي في شعب إريتريا اتحرب قل مبرر الحزو ديكتاتور سياس وحشمو اتعلامهم بيان فاتش اند افقرو اقل حرب حديث لدالوكم سل اللو من داخل وطن مثل هلا خبر لأكد اسك اللام اتكل مناطق ساحل على ديش نظامي وميليشيات اسك عصب اند حالفو دي بقى سكور هلام اللي بتوبين لتهيب لها خطابات بحر قلتها اللي تقلها للبل بده اجل ديكتاتور اسياس وحش موتام اتوبيا
بحر عند تحزم أت من جبي لك أدم خمس سنوات تأرد أم حر عند جبام شعب التريا وشعب توبيا كلو شعب تل البل تاريخ لي الأمرتو لبلنا على ديكتاتور شعب التريا قل أبدي حربكم لأنا بتشك على بام قلمي ديكتاتور السياس قل بدا شعب التريا من يجبي قل التريا والسيادة حتى تعمل ما فكوري يكون اللي الأكد قلنا مثل أبي أحمد دولت مسانا قدموا على خطابات دليل كافيتون توبيا بحر عند تحزي حرب تودة أو إي تودة ديكتاتور السياس وحشمو اقل شعب الاتريا سني سبت الأمورو أذي ما بنكر بحر نتورر هلينا عند بيلو بل حرب اللي أمر سلطة توم كم سلطة أترايمو شكا لبام قلمي اللي دي بأرتريا حاكم لهلا تجمع سعاليق أمبال حرب كل رؤسي ينبر حيثان ما تنسيت كرين سيوب نقارت حرب من بعد ما أسك بحر قياح حانتي لا تبلا رس دولي لعلى الزع سيوب تلسا ما تنحكمو دي بالله تامة الليت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسام التنسيتنا مثل المنادلة خديجة محمود المودية لنا مقابلة يوم كالع كفالاته قلت لنا يوم كفال يعني سنازة أبايكا هدفنا أبايكا كفو تحدد هدف أبايكا حدد كون من قبي منتو عمرك من قبي لعوتيكا كلا يقول لك ربك قدر دي بل بل قلت نهدكتو من تجاربها ومن دي بل فترة اللي قبل هلا تحركاتنا بزو حركات تحركاتنا هنا شباب دي بل تهاجينا خروق اللي طبعا قلت تحركات اللي أبيو هلا فاللي سببه هي أباينا سبسلنا أمرامي هلينات مثلني دي بل قلت نهدكتو. طيب مرحب بك خديجة كفام سيكي سلف بكيتة البيك إن شاء الله. مرحبا 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 قروم الليكو كفاليكو مبسوط أنا قروم الليكو الحمد لله تمام جزاكم الله خير شكرا الله يسلمك. هذه تولي كفال طبعا خديجة دي عامة دي بتاريخيات كريب وتركيز على قلنا تلك على كفال لكن كريب لساحتنا عارتنا ندالنا إرتريا ضد نظام دكتاتور دي بريتين نبرلها لا دي بو كفو قبل لا وكفو أباينا بالضبط كده كفو قلنا حددون قدر كفو قلنا أمرون قدر أسكت هذا ما لكن سادة خديجة أنت من إريتريا فقرك آخر مرة إريتريا مدور رأيك يعني أقبلت عليك حق استغلال والله أنا حق استغلال يقبلكوني لكن رفرندمكم قبل إريتريا شعبة حرية قل إريتريا بلها اللي نبها لها ولا الخميس جمعة رفرندم قل قبا أنا أدي سابة قايسة عالكو وربنا يرحمه شهيد عبد الله إدريس أواج وده ولازم لازم لازم صوته حنا قل إريتريات اللي نحارب عنا ولازم أعدائنا جبهة التحرير لازم صوته بيلينا وأنا لدولها إثيوبيا على الديسابة علكو زيارة جايسة علكو الديسابة وأنا ديب الديسابة صوتكو فأنا إريتريا صوتكو أجلانديكوني اللي كل اللي ندال عند نادل وكل اللي هدم عندك تكوغلا أبدا أبدا إريتريا حرية عند ركبت أبدا جايسة أناني وأنا نوس ديب أم إلا أم إلا رفرندم انترفيو واديت أنا مثل ميديا وديب أسمارة لترعى على عادل جروب. يعني أنا نقبئ ووالدي كيفا أنا إريتريا بعنتاجي رئيكوا أنداز أما أو أنداز سفلة لا لكن صوتكو قل رفرندم جروب. تمام استاذ علي هذا انا ما تقبلت الذي بقى نهدق عند غيرك
الأخبارات حقو تغير تقدام كله إن تتغير النظام اللي عنده هلا أخبارات بسهولة قل عبلي يكون طيب دبل له هي فترة الله شباب من إريتريا أبحور عندك يدو سحراء بندح الفوق أبحور عند أبحور بقول إن تعدوا دي بروبا بس حقو كلهم هي هريب من نظام نا إريتريا نظام نا إريتريا أمبل سجون وأمبل خدمة وطنية حد ألبا وأمبل أسخري أتعرف أتحرب يعني هتولي وده جريمة تهلاتني فالشباب اللي فقط بدير الهرب على ونبر على هذا لكن يبلا فترة الاستحواذ كان صد حركات شديدة يعني لازم أنا قلنا غيرها اللي تنبل حالة لك ففوق النمبرتو أبونا دي أبونا لجريت كادم الله دي من قريت تجري 40 سنة 30 سنة 50 سنة برا لنا برو بدي قلنا عبلت ندلو بلو حنامة دي من قريت تقبل اندبالو تحرك ودو اللي تحرك اللي دي وقت حكير حد عندنا الزمو تحت حنت سميتنا بريجيد نحمدو لرتبها الشباب نفسهم دي حكير وقت عندنا الزمو يعني شغلنا مع عضلات شوية كده هدوء أو كمان سكاب على قلوق النيبل حركوا من جديد مهرجاناتهم لقبا احتفالاتهم لقبا كلها بشلو ديبا مدي بلا فترة الله اسكي دي بلا فترة الله إلا حركة الله دي بلا قلنا يعني عدنا قلنا قبل للبن أولويات ذهبوا رأي كم دي بلا حركة الله والله عادل إلا حركة الله حركة عجيبتة ندال على بدير ما دي بلا خارج ندال على نادل عنا لمعارضة النادل عنا demonstration دول انفجر أو مظاهرات دول انفجر down down سياس down down سياس has to go انبلعنا جاك الدور انبلعنا وعدد يعلق الناني عددنا ذاته حود على ذاته مئتي انقبئني أنا قل أسألك لكن اللي أظل أن رؤيه اللينا إلا أولاد الله يعني ويل إن درأوتهم لفقره ورأو الولاد رأوا لبدير قابئي على لبديري قبقى حتى يعني اللي قبقى هتوم والدول لو وثم تانية أنا من كل الإقليه اللي ودعلت لا لا لبانديرت ناينا بأسمبلي اللي قابقت إقلندس أبطو أبوان بدير لأبوا علو الولادنا لكن بلندس أبطو بانديرت لأبكل علم أمرت لندس أبطو لا لا اللي ودو قدام رئيكا لندال أزكم سلمات اللي قبقى أمريكا يعني اللي ولاد فزيعتوا لندال لقبقى ولا لتغييرات لقبقها لا فزيعتوا وهلق الكموش لكن ينو حركة قبي ربي لس دا يوم كما قاد سام هلو وإن شاء الله أولهم سنة آخرهم لس لي لأنه كإن لمثل ندال قدم أزر رؤوي كونيني وإن شاء الله كمان أنا لأبا أتمنى شر ودحرا وشر حاسد لك لا بلا الاستمر رامه هلو أستمروا من قبي يعني أمل بنا بقبل أنا لأنه لندال لأزر قريس هلا ندال فزعته فزيع 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 أخبار اللي كل ندال انت ودات أخبار فقري علاني أزي والله يا عادل من ترى إلا أخبار كندا كلها إلى هلا everywhere يعني الأخبارات فقر هلا ميديا فقرت ميديا آمرت ميديا يعني تهاجيت بهم فأي أي وش كمال إن رؤيه لنا استماع يعني أولون ده سنة آخر ما كنا من سنة قلنا وإلا ناس أجيد فقرة من قبي ودي بإلا كلنا إذا قلني بل قلنا قدر بنا بهاليت أنا عندي كون لا ابتداءات قيس هلا لا شغل للشقة هلا وإلا ولاد اللوم هيين رئيكا بدير ما سياس إسلام قنصت من قبل جهات اللي بالكستان من قنصوا هي زي بعد يعني زي قنت لها يوبهم هلا وتقرايتهم عقاميتهم لبلهم هلا فاللي طبعا هتقول لك كره وتقول لك توصعي لحزيني لشعب قلام ورالا بديانة وبعادات وبتقاليد وبلغة وبقول له ذق الحزة هلا لا لا لشعب هلا تأمننا لحزة هلا أمريكا لكن بأزر يهلكوا بلا استمر من قبي يعني ندال قرون قيس هلا قل إيبال أقدر
وإن شاء الله ما أنبتيو آخر كم سليكو قلق بقى فتة دي بقى نمسك حزيكو بدير سليماني جهاد انتر بالله عليك قلا كستان نزموم على كالكستان هي لا تقل لك سان لا ترسعهم على أبا يومكم سلتوا لا ترسعهم على كلهم جهاد قديم سونا واللي جهاد قلهم حكموا من قبل جهادتو لازم أنا أقل حكم بيه حفاظا على أرواحكم اللي بلهم على هذه هي قلهم تقرأيتم قلهم عقاميتهم قلهم ارتلاق لك أفول الحزر لو قلهم ارتلاق بحركم الحزر لو عند بي هي قل شعب كل عامة وقل المسلمين خاصة اتجاههم قل قوي وكم سل حركة ضدنا وكم سل إيشاك وقل ليدا اللي للأسف الشديد بزوحام هلو الأمنوه فاللي أبايك يا أمريكا من يقبي من حصل ديبنا يعني إحنا ديبلا كان أبايوم قليلا أبايو قليلا أمر شعب بزح وده الله وهتو هي نجح ديب هلا فأبايك أمره تكله فائدة بو يعني ممكن بتجربتك والله أبايك حق أمريكا قلت نادل مسلمان نادل الليكا وددمان نادل الليكا يتأمن لأبايك قروم قلت أمر ربك وحنا والوال آتا ديبنا سياس والوال آتا ديبنا إذا قلت تديبنا وأبايك اللي تديبنا وسموم قلت لنا يعني حودي جرباني فميت مسلك إن شاء الله أول 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 أمان قبي اللي لقبأ هلا لأنه كن ندال وكن اللي رؤوي كونيني بالصراحة أنا كخديجة يعني أنا والله لأول اللي كم سرقيكو لبانديرتكم رقيكو نفيش سرابابا خالص نفيش سرابابا ف يعني أسك أزي قروم قيس هلا نعم شرقوي لكلهم وقروم قيس هلا فلا ميتو مسلكا لا ما قدام اندى حسب كان در ايكا من تأتي من ملبولو دي بعدنا موود قتد حن ولا قلها هلا قلكا مسلنا عدنا له الليل فيمكن قلت أكدو حزه اللو وأهل اللي مر ايكا لا ما فتان هيني بزحط حتى دول كلهم من إيه لأسمع حتى لأسمع لفرهت هليت لقدام فرالة صراحة قدم حود قدامي الشلطة تاني كقدام لفرهت هليت لكن ندار رأيك برودي كونيني ريسك تاكين لتبال بالإنجليزي أورو لصعوبة أسك أتديبة لسأكيتة ولا سنيتة إلى أمرني لكن بصراحة الأولاد أنا الأزر إيه اللي كل شباب لقاسة الليت صراحة يعني قابي يكون كني أنا أسك زي خود على بين النادل دي بالله كانوا هلينا لمعارضات وأي حاجة إلا أسفينا قلب لك يقدرني حتى إلا أسفينا نحنا ورقات نكتب مظاهرات نقيس حتى إلا أسفينا دي بإنصر كمان كريديت قلت بدأ على بالي يعني جوابات لتكتبها دي بحكومة ب2% أطرفناها سفارة لعلت من سفارة دي بقانسل دي قانسلي دي بلسوا نصر سفارة ألبون دي بكندا و2% حكومة ترفع لأنه جريمتها إلا ودينا بس دي يكون برقيد نحمد اللي وديها لا يعني بلاكاسي سري وديناني وإن شاء الله بس لو قد لا ما تعرفهم هلو العرو تأكيد حد قدام ينو يوميا دنقاس أو يوميا مفاجآت يمكن هتو تلقى قرر تقبطهم هلا صالح فأي دنو جميل قاس قرر تقبطهم هلا احنا طبعا أشارات على كمر رأيكيها دي بحرب بزيك قدم عن سنة يوديني من ما بطلت حرب دي بداخل توبيا حربنا يعلتني من حتى من أبايا من اللي يمكن لي أفرقتنا حربنا يعلتني حرب سياسة جنود من إرتريين سروا قلم من نواي سروا قلم من حرس سروا قلم من دكان سروا قلم من قبي سروا قلم ديب جيش إجازات لعلى كلهم لاكايا والتوالي ديب كانت داقنا وسكتوا بيها وميت لسبب يعني ويعني عدنا قد تزمت تحزليت ويعني قد تدمرنا تحزليت في بعد احنا يعني منا برأيكي يعني دي بلا فترة الله 30 سنة يعني ويعني ميت الخطورة على الديب إرتريا أسك ملكنا يعني شعب
كم سر لهم منه أمان كات ولا أنت يكون لا أسر كنا أنت يكون لا قتر كنا أنت يكون لا سفر كنا أنت يكون لا عرق كنا أنت يكون لا أجهل كنا جهل دي ولا أنت كنا ويانا تك للبلد بسبب ويانا تري خطورة على التقلية والله ميت مسلك بابك حق الباب اللي يجيب ريح سد واستريح للبال بابك وشرفك أبد كم قب أوري قربك كاني ويانا هتوم جيسوم نوس جيسا يوم أجنيتنا دي بي سببو دي بي معركتو دي بتخلصا شباب إريتريا يا هلا شباب إريتريا دي بي معركتو بدا والتمانين قلنا دل دي معركة آتو دي فنقة فنقة مئي ودو دي بعدهم جيسا يوم إي سببو ناس نوسوم لألو ناس نوسوم إثيوبيا دي بحيد لقالتهم إي شرو إي سببو لأنه لشعبنا كأن ندا ودا قل أتقافلو وبلغ اللي حالفو وبلغ اللي أبدي العد ولا شعب قل أبدا ودا هلا سياس إريتريين قل أبدا وإريتريا قل أبدا ودي هلا دي كون حنا دي بيدا من آتينا اللهم إثيوبيين تا إثيوبيين دي بعد حد قد أو نوصم حوته أو نوصم لتعارو لكن قل آتي حتى يعلان بصراحة. طيب متبير المحديجة لله السياسة أمنه وكلنا قديتنا أدروا من تنظيماتنا إريتريا اللي يعني قياداتنا إريتريين اللي هو أولاد عد أولاد منخفضات إريتريا أولاد مسيحيين يعني قيادات بزحام العباية اللي هو حياتهم كل دي بنداء لحاله في العلو وقال السياسة رسعوه وأبايهم ويعني تبيله فقالي كمان يعني قول لهم يعني يمكن بلا مو بلس كديبهم والله يا ود الحلال كما بالكوكاتو باب كانوا حق أدب أكاهو أورا أبايا التديب كاني أمركا نعم نوس كحق أوما لأبايا باب كفت كأقلو أورا التديب كا تقرأي جيدي بعدهم جيسوا تعدهم جيسوا وقاتلوا وأكي حبن ألبسونا سرقيت بهلنا وأجنيتنا زينيت بهلو من إلا وكين من إلا تأكمه الليل عادل أيوة تمام فكنت أنا أباينا دي ببيتنا هلا أباينا دي بعدنا هلا تأرادينا هلا بسنا هلا أباينا حنا أفل أباينا أقولون دالي لينا الأباينا أقولوا اللي مودي فتوم خبرنا متوامي هلا وقل ما خبرامنا ما تسألينا أقل ميتو حنا اللي مودي هلينا والعوتين الأخرى هي أنا أباينا سبت على لينات عندي يكون عوتين يمكن بدير وما تعالى لأنه بدير سبورو جهاتهم لهم البلع الأمن على أزهي لهم يتقاروا وتم تقرأي تم دبير الأمن على اللوتهم ولا ود الحلال لقدام لا أمان منا لسكك ما حزا ود تقرأي من إيتم تموم وتم تموم وتم تموم من قبائين اللي تم تموم حتى لبوردر على لبوردر هيني بألجرس حدود قلنا تهيبا بدل ما ديبو كونسنتريت ود بلا ما متدميرنا بلنا ما من أي كسرنا بلنا لأجنيتنا لجواهر انت أبدا وأكثر من دم هلا حنا عدونا مسنا هلا دي ببيتنا هلا لأباينا أباينا دي ببيتنا هلا أباي بعد على أبنان لو الوال هتل على آتيوتو ومسؤوليته اللي تحمل هتو أجنيتنا لكني لأبديني جميل هديجة أسكي دي بالله أنا يمكن أزدي بتنظيم لأنت هلا كنيوت أنت طبعا مواطنة تريت وأقول مثل كله أنت لكن التزامين كده دي بجبهة تحريرته لالتزمت وديبوت ودي بند تنظم كده لتنادل لك فجبهة تحرير تريا اللي حروب دي بداخل تقراي أنت جيس الحرب السياسة بجنيتنا جنيتنا درافعة وأزه هي دي بالإدانة تقول برجعنا حمدو ودير هلا تقراي تقول واللي جبهة تحرير كفت كبتت وكفوق بلس دي بالليت لا لا رياليتي نايب بين بليس على بان تأمر تامة رؤية اللي تتامة وجبهة التحرير تنادل اللي تأمرك جبهة التحرير نادل اللي ولا حقيقة رؤية اللي وحقيقة منتو بهجي أسياس لقيس بهجي أسياس جبهة التحرير من بيدول تبهجي أسياس قيست وقفه من ترئيه طبعا كل اللي رأيك لو قتل نايلة لشباب قل أبده وعدنا قل أتحقل ووقتل حالف هلا أسك والده لما تسيا ود الحلال اندي كون جبهة التحرير بديرة قل إريترياتا وأسك أزق الإريترياتا أسياس قياهو من اللي وديه تمام
طيب احنا شوية كده بخصوص كل سؤال هلا وقليا وكمان حتى توصيتك التيري قلناته، لكن قد ما ديب إلا ناي جبهة التحرير أنا كما بياناتهم اللي قرأكو ومن قياداتهم وقلو سامعكو. أولا أول تنظيم تلبادرة أنه الرفض دول لتدخلنا إريتريا ديب داخل إثيوبيا شبابنا عندنا ساعة سروا قالي ماي لا سروا قالي لكبدو ماي وديت، لكن بسبات جبهة التحرير واجهته ولا احنا بلا تنظيم لا توقع على حدود العلا جاب التحرير هذه بالفترة الله سلس تنظيم تلهلت وسلسيته كمان الغريبة سلسيتهم لكلمتهم حتى علت يعني لما بدأت يبقى كانت توت الحلال اسكي انتم عقلاء جاب التحرير شوية لسلس لفروع لقابل الله دي بحد قلت له سوى اللي مجهد قبل شوية دي بموضوعنا الله كمان يعني شعب اللي اسمعها اللي تقول يعني. فضل استاذ خديجة. والله حاجات قلب على كديمقراطية اللي تبه لها الرئيكة وديمقراطية يعني أوراك الرئيبو وكلهم كمان يعني جبهجيينتهم أسرهم وابتداءهم كل جبهته ومي لا تأيره هجي قلت هاقو لكن يعني أورو سبحان الله رأيها الأولاد أم ديب حتى بيت لها كمان اللي هم حتى يقبئني نعم فاللي رأيته ورأيها يعني قل ممثل اللي يقب أكا وقل ممثل اللي يقب أكا للتبه الديبو على بوني ديمقراطية حسب الله حتى لديمقراطية سياسي عامرة يعني كل معارضة حكومة دايما صاء عامرة مهلو استاذ خديجه جهد قبل من اللي يعني من عقلاء نيل التنظيم يعني دي بحد قل بلس لا الدنان دي بحد عقبال كم قبل قل لا هدفك كمان عنوان التاجدي ولا بزياده تقول الادمع يعني حتى اذا قبل كم قبل يا مجهد قبل لا والله والله رأيك انا بشنكتش جبهه التحرير دي ما بابا فتحته ايديها فتحتها وأي حاجة وإن شاء الله كمان دي بعد حد ما تصاب مشكلة يهلدني لكن جبهة التحرير كل دول أمته وكل دول نحرح رحيبته وكل دول يعني هلق الكابوش نيت اللي ألباني إن شاء الله وأمل هلا وقروب هلا ولتها قول وإن شاء الله بإذن الله الكريم دي بعد حد ما تصاب كويس تمام بس كده بقى خربت تبيرة وسيط اللي خاصة الوالد أنسات يعني مو بك وسيط دي مشاركة دي من ذلك بقى بطرة مثل حوان دي بلك من يكتب توسيط لتحزين نستاذ هريجة أيوة والله أيوة دي بلا أنا قلتها قفت لأنه هنا بقدرة الأمكان دي عددنا لهلينا كمان لمنادلات ترأه لكم دي قل زا قل أتقصونا وقل إن نادل ودوها اللو ألبومني بزا حاجات قبق هلا لكن سامدين حنا ولت أنس سامدتا ودي بندال ندال لولت أنس ألبو ديبا أو تألبو ديبوني نعمين ولت أنس من تتهاجة تسمع كم جبهة التحرير ومن كمان ومن وارة تدمع كم جبهة التحرير أذا ولد أنس قد تقنات با بدير ما ندال أولد أنسات الحالة فياهو يام اتذكر أنا دي بجغر اللي تقدله على أوراق ناي رسالات من أكان دي بأكان لقيس على بزو حاجات ودي على بزو دي بندال لي قبقى ألبوني مثل حوان أستشهد يا يعني ولد أنس لهالليل ديبو ندال عوتبو اللي ناس قلو دق قبقى من قبي حنامة إدينا مسلحة ونقن نوسك بنا لأنه بزوح قنيدة نقدر وبزوح نتعوت نقدر لكن كف ندبيلنا دي بيت مبيلو ومسمعكم ومرئيكم قلنيبل إلا يعني ولد أنس ناي إرتريا كنا وادية يكون لمنادلات ولا شهيدات إقلا نذكرة وقنا طاه إذيكن يتمدداني لا محوكن إذيكن كم وسكا ديبو لتعوت أزي لحقنا يتأبدياني وحق
وندال بولت أنس لما تسي والله والله بالله ليكو قص الرأي إلى قبلني بل عوته جميل جميل ولا وسايتشي تقل لحواتشي وقلنا شباب يا متبيلهم ولا شباب لأولاد ما شاءوا لهم كمان وسيتهم والله أنا ولادنا رأيك لأن شباب ترؤه ليكم أنتم قفكم فقركم ترؤه ليكم وويلة ترؤه ليكم أنتم من تعليم تعليمكم ساوى قبقى ومن ساوى أكاني أكان إيه عدكم إيه خسيكم ديبو تستشدوه ليكم نبرا أكريت قام آمن لكم حتى يعني هدف لألبو هدف لألبو تلقلوب بده لكم بدل نبرا عاسا وبدل هياني ساوا ودي بعد أركم من دقيسهم ميتو أقل عدكم بتقروا عوتيكم وبديكم أمتقوا تمام اللي ندال أبوكم نادلو أبوكم أستشهدوا أماتكم أستشهدوا وهم وكل تقلقاء اذا ترتكم تترؤوه ليكم منينا ولعل انتم تأمور النظام اللي اندفقركم عدكم حرره وعوته وعوتونا وتعوته هلا تنازيم ابشركم فقره هلا ولتكبتوكم بالزومام لهلو هلو هلو مثل ابوكم اكاناتكم طبط مثل ابوكم ابوكم من اول اسك اخر قدم عمرهم التل ندال قبقى أزه أولادهم لحد هلو وأزه كنتم يتكبتكم لنادله هلو أسك أزه نادله هلو من أول لأنبتوا أسك أزه وإلا هيني أقلكم عيبتا شباب أتو ونادله ولا حد صنعت أسك يرئيكم هيني قد تؤمن ويتقدروا أمر ما تنقى ما سنيتو لكن إنده ترئيه ديب إنده جواها دقاكا در إيكاها تولا لتفرد تمام تمام شكرا شكرا منادلة خديجة قد اللي من وقتك بالرغم ظروفك ووقتك ضيقتو عزومتنا نتكبتك يتلا كلمتك اللي أغربوت بسميتنا إرادي سايب قل حمد كيفت وشكرا أستاذ يوهنس كمان مثلنا دي بتسجيل ودي متابعة على حيث أما تنسيتنا كرأي كفالنا إدام قوبة مثل منادة خديجة الودينا مقابلة تتلخلو سامي لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته